طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص، ما حكم كل هذا؟ منكر يعني إذا له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه اللي أحدثوها الآن شبهها بالنصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه منكرات، كلها بدع، كلها تشبه بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق الصرف هذه طاعة الله وفي تعمير المساجد ومواساة الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الأعياد وأشباحها. نعم. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بالموالد، يحييها بدروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأمور به، يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. أما يجعل لها وقتا مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة. نعم.